للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من بيروت الكاتب والباحث السياسي الاستاذ سعد الدغمان. استاذ سعد، بدايه مرحبا بك. كيف تقرا تصميم مقتدى الصدر وميليشيات مقتدى الصدر في هذا الحراك، يعني من خلال القبعات الزرق ضد المتظاهرين السلميين؟ مرحبا اخي دكتور سمير، حياك. اهلا بك استاذ سعد. تحيه لك وللمشاهدين الكرام. حياك الله. اخي العزيز، مقتدى الصدر يعني ليس بالغريب عليه وعلى تيار اعتدنا عليه منذ هذه السنين التي مضت، سنين العجفاء التي مضت على العراق، هو شخص متقلب انتهاز، ينتهز كل موقف من اجل مصلحته الشخصيه ومصلحه من يحيط به ولصالح ايران. اثبت بالملموس في خلال هذه الواقعه الاخيره انه تابع لايران، ارتدى جنداته بشكل رسمي يعني دون خجل او وجل او اي ادعاء للوطن. استخدم كل الاساليب بالماضي، الانسحاب وغيرها والتظاهر، ودخل بين المتظاهرين. اليوم كشفوا عن معدنهم الحقيقي، انهم عباره عن عصابه اجراميه مختصه بالقتل كما كان السابق في جيش المهدي والعصابات التي كانت تدار من قبل مقتدى خلال ما يسمى بذاك الجيش. اليوم يريدون سرقة الثورة عبر هذه الوسائل القمعية، كونها الورقة الأخيرة أمام إيران بعد أن فقدت كل ميليشيات المسوغ القانوني ووضعوا على القائمة. نعم. أستاذ سعد، موقع ميدل إيست آي البريطاني ذكر أن أتباع الصدر نفذوا مع القوات الحكومية جنبا إلى جنب يعني عملية تطهير ضد المتظاهرين السلميين. هناك من يتوقع أن أتباع تيار الصدر ربما يعني ليسوا على قلب رجل واحد في هذه المهمة، يعني إلى أي مدى تتوقع أستاذ سعد يعني ممكن أن تتحول مواقف الرافضين من أنصار التيار إلى صالح دعم الثور؟ الحقيقة هم ترى الله سبحانه وتعالى يصفهم كما يصف اليهود، تراهم جمع وقلوبهم شتى، هم اجتمعوا من اجل المصالح، من اجل الغنائم، من اجل السحت الحرام، ولهذا لا تجد عندهم عقيده وطنيه او مبدا وطني يعملون من اجله، وانما من اجل مصالحهم الخاصه. وشاهدنا خلال هذه السنين انتفاعهم السحت الحرام واموالهم الطائله و يعني انا اقصد ان يعني من اتباع التيار الصدري من هم من الاناس ايضا البسطاء. نعم. والفقراء يعني. نعم. تتوقع يعني من خلال عدم استفادتهم من كل هذه السنين منذ عام 2003 والى الان. نعم. لم يقدم لهم مقتدى الصدر شيئا، هل تتوقع ان ينضموا الى جانب الثوار بثورتهم السلميه المطالبه بمطالب مشروعه؟ نعم نعم دكتور سمير اخي العزيز، وهذا حصل، وهناك العديد ممن تركوا تيار مقتدى عبر فيديوهات سجلوها يعني كحقائق ملموسه ثابته، تركوا خط مقتدى والتجاوا الى الثوار بعد ان بانت الحقيقه، يعني اتضح مقتدى على حقيقته وتياره بانهم ليس سوى ثواب ينفذون الخطط ايران الشر ونظامها القمعي، وهم من الجهة الأخرى سراء انتفعوا على حساب دماء الشعب وعلى حساب شبابنا ومستقبلهم. لماذا أستاذ سعد الدغمان يعني في حين بداية عندما كان الصدر ضمن صفوف أو من ضمن المؤيدين للثورة، الآن يعني يقول بأن القبعات الزرق التابعة له هي لتخليص الساحات من المندسين؟ يعني ماذا يقصد بالمندسين؟ هل جميع المتظاهرين السلميين هم مندسون؟ لا، بكل تأكيد أخي العزيز، هذه حجة يرفعها وشعارات يرفعها مقتدى بعد أن قلت الساحة كما أسلفت له، وضع هادي العامري وقيس الخزعلي وبقية هذه الميليشيات المجرمة على قوائم الإرهاب الأمريكية وحدت حركتهم، فأفرغت الساحة الآن أمام مقتدى تستغله إيران بهذه الذرائع. فما الذي يقوله سوى او ما يفعله سوى ان يتهم ابطالنا في الساحات بهذه الاتهامات السخيفه، مع احترامي الى كل المستمع، لان ليس لديه حجه ان يطعن بوطنيتهم، هم شباب وطنيون
خرجوا من أجل إصلاح البلد وتغيير هذا النظام السياسي الخائن وليس السياسي، هم تغيير هذه المجموعات الإجرامية من لنحو مستقبل أفضل. مقتدى الصدر يريد أن يستغل هذه الموجة ويدخل للسيطرة على الساحات وتفريق هذه الثورة، وهو واحد بكل تأكيد هو ليس بقادر على أن يقرأ هذا المشهد السياسي الذي أوجده الشباب كحصيلة ثابتة لمستقبل العراق ومستقبلهم الزاهر. يعني إلى أي مدى يمكن القول أن ما تقوم به القبعات الزرق التابعة لمقتدى الصدر يندرج تحت مهمة تطهير الساحات من المندسين؟ الساحات لم تشهد أي نوع من المندسين والمخربين سوى من جماعة مقتدى وجماعة الميليشيات الوقحة كما كان يسميها، وهو اليوم ينضم إليهم ويقودها. الساحات ساحات شريفة، ساحات فيها شباب ناضل يبحث عن مستقبل زاهر، يبحث عن وطن، كما هي الشعارات المرفوعة، شعارات شريفة ووطنية. طيب أستاذ سعد، يعني اللجنة المنظمة للتظاهرات أكدت حق المتظاهرين في الدفاع عن النفس، يعني المتظاهرون يتعرضون لمختلف أنواع الاعتداءات سواء بالرصاص الحي أو بالأسلحة البيضاء أو بالضرب بالهراوات، الضرب المبرح، وكما شاهدنا قبل قليل في الفيديوهات في هذه الجولة. إلى أي مدى يمكن أن تصمد هذه التظاهرات وهي تظاهرات سلمية أمام قمع تلك الميليشيات المتمثلة في القبعات الزرق وغيرها؟ سيدي العزيز، الساحات والمتظاهرون فيها صامدون، وهو تيار وطني مستقل لا ينتمي لأي جهة كانت، وسيبقى ويستمر وينتصر بإذن الله. لا تؤثر فيه هذه الخزعبلات التي يقوم بها مجرمو مقتدى أو بقية الميليشيات، وقد سبق وأن نصبوا القناصة وقتلوا وخطفوا وشتتوا واغتصبوا. هذه الوسائل، وسائل الإرهاب التي يمارسونها، لا تنفع مع جيل يبحث عن مستقبل، جيل فقد كل شيء، أحس بأنه فقد الوطن ويريد أن يستعيد وطن. هذه الثورة مستمرة، سواء أن عمل مقتدى أو غير مقتدى أو جاءت كرام بعدية وعدية، ستنجح الثورة وسينتصر الشعب. الكلمة كلمة الشعب، وكما يقولونهم الكتلة الأكبر هي كتلة الشعب وليس أمام الشعب من شيء. هذه العملية برمتها ستنتهي وتتغير بإذن الله بواسطة هذا التواصل وهذا الاستمرار الذي في نفوس شبابنا الثائر بإذن الله، وسيزول مقتدى وغير مقتدى، وإجرامهم هذا سيزول في مهب الريح بإذن الله. من بيروت الكاتب والباحث السياسي الأستاذ سعد الدغمان، شكرا لك.